السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نقوم بشرح مجموعة من التفاصيل حول الإيميل الروسي. تلقيت مجموعة من الأسئلة من الإخوة، سواء على صفحتنا على الفيسبوك أو على قناتنا على اليوتيوب أو على حسابنا على الانستغرام. نتوصل بالعديد من الرسائل، من بينها أخي قم باستعادة الحساب الخاص بي من فضلك. بالنسبة لهذه الأسئلة إخواني الكرام، فأنا أقدم حلول، ليس أقوم باستعادة حساب لأي شخص. فهناك بعض الأمور التي يجب عليك أن تقوم بمعرفتها، فالأمور الشخصية الخاصة بك يجب عليك أن لا تقوم إعطائها أو تمنحها لأي شخص من أجل أن يقوم باستعادة لك الحساب، أو يقوم بتغيير لك كلمة سر، أو يقوم بإضافتك كأدمين، أو غيرها من التفاصيل. فهذه الأمور قد تسبب لك بعض المشاكل، من بينها قد تفقد حساب خاص بك، خاصة إن كنت تراسل شخص غير موثوق وغيرها من التفاصيل. لذلك المرجو عدم ذكر هذه الأمور، أن أقوم باستعادة لكم الحساب. فهذه الأمور كما قلت أنا أقدم حلول وأشرح لكم طرق من أجل أن تقوم باستعادة الحساب الخاص بكم. ليس عندما تقوم بإنشاء حساب، من بين الأمور الضرورية التي يجب عليك القيام بها، وهي أن تقوم بإضافة أولا رقم هاتف، ثانيا تقوم بإضافة بريد إلكتروني احتياطي. يعني عندما تفقد الإيميل الخاص بك أو عدم القدرة على الدخول إلى الإيميل الروسي الخاص بك، يمكنك أن تقوم باستعادة الحساب عن طريق الرقم الهاتف الذي قمت بإضافته، كذلك الإيميل الذي قمت بإضافته. وهذه الأمور شرحتها من قبل، لذلك سوف نشرح الطريقة، فهي بسيطة جدا لاستعادة الإيميل الروسي، فهو من أسهل الإيميلات التي يمكنك استعادتها. فإذا لم تتوفر على هذين الشرطين الذي هو رقم الهاتف وبريد الاحتياطي، فلن تستطيع أن تقوم باستعادة الحساب في جميع الإيميلات التي تتوفر عليها. بعد أن تقوم بالدخول إلى هذه الصفحة، فبالنسبة لبعض الأشخاص وجدوا مشكلة في التطبيق الخاص بالإيميل الروسي على الهواتف، فبالنسبة للهاتف قد تجد صعوبة في عملية استعادة الحساب. لذلك يفضل أن تقوم بفتح الحساب على الحاسوب أو تستخدم الحاسوب في استعادة الحساب. تقوم بإضافة الاسم الخاص بك، وهنا تختار الدومين الذي قمت بإنشاء به الحساب. على سبيل المثال أنا اخترت هذا الدومين، ثم تنقر هنا على أونتري باسورد. سأقوم هنا بإدخال كلمة سر. فبالنسبة لي أنا كما قلنا لا أستطيع أن أقوم بالدخول للحساب الخاص بي لأنني لا أتذكر كلمة سر. سوف أأتي إلى هذا الخيار الذي يوجد في الأسفل، الذي هو Recovery Access، استعادة الوصول، ننقر عليه بهذا الشكل. بعد ذلك سوف يتم تحويلنا إلى هذه الصفحة. شاهدوا معي جيدا، فبالنسبة لي أنا فأنا قمت بإضافة بريد إلكتروني احتياطي، لاحظوا ما يقول، فهو gmail.com. كذلك قمت بإضافة رقم هاتف للحساب. فإذا أردت أن أقوم باستعادة الحساب، مثلا هنا رقم الهاتف الخاص بي، يجب أن أقوم بوضع، مثلا هنا لدينا 72، سوف أقوم بكتابة الرقمين الذي تأتي وراء 72. فمثلا 0672، مثلا 25 أو 76، مهم يجب أن يكون الرقم بهذا الشكل. أو يمكنك أن تختار استعادة الحساب عن طريق الإيميل كما تلاحظون معي إخواني الكرام. هنا سوف تقوم بالنقر على هذا الخيار لأجل أن يتم استعادة الإيميل. تأتي إلى الإيميل الخاص بك، سوف تتوصل بالرسالة. هذه هي الرسالة قد قمنا بالتوصل بها، كما تلاحظون هذه هي الرسالة. تنقل على هذا الخيار كما تلاحظون هنا، يقول لك هنا قاموا بتحديد كلمة سر، يجب أن تكون كلمة سر بهذا الشكل. الآن يمكنك أن تقوم بإضافة كلمة سر الجديدة. سوف نقوم بإضافة كلمة سر. كذلك الطريقة تنطبق على رقم الهاتف، يمكنك أن تستعيد كما قلنا الإيميل الخاص بك عن طريق مثلا الرقم الهاتف. سوف نقوم بإضافة كلمة سر. فكما تلاحظون فكلمة سر فهي قوية جدا. الآن بعد أن قمنا بإضافة كلمة سر، ننقر هنا على change password أو change password.
وبذلك نكون قد قمنا باستعادة الحساب بطريقة سهلة جدا كما تلاحظون إخواني الكرام. فالعملية لا تتطلب مجهود أو تعقيدات، فقط يمكنك أن تقوم باتباع خطوة التي قمت بها وتستعيد الحساب الخاص بك. وذلك هناك طريقة أخرى عن طريق رقم الهاتف، كما قلنا هنا سوف تقوم بإضافة الرقم الذي يتلو أو الذي يقوم يتبع هذا الخيار كما تلاحظون 0672. تقوم بكتابة مثلا كما قلنا، تأتي إلى هنا تقوم بكتابة الرقم الذي يتبع كما ذكرنا هنا 72. هنا سوف تقوم بإضافة هذا الرقم الذي هو 56. إذا كان الرقم الخاص بك مثلا هكذا، أنا سوف أقوم بكتابة هنا على سبيل المثال، ثم نقول هنا على continue. بعد ذلك هنا سوف يتم الاتصال بي. لاحظوا معي هنا يتم الآن الاتصال بي عن طريق رقم هاتف. سوف أقوم بإضافة رقم الهاتف الذي تم الاتصال بي. ستة أرقام الأخيرة 04 72، وبعد ذلك 39. بهذا الشكل كما تلاحظون ننقل على confirm. لاحظوا معي هنا تمت العملية بنجاح. الآن سوف نقوم بإضافة كلمة سر. جيد، الآن قمنا بإضافة كلمة سر. الآن يمكننا نقوم بعملية شنج باسورد. وبذلك نكون قد قمنا باستعادة الحساب الخاص بنا بطريقة سهلة جدا بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. فكما قلنا، فالطريقة لكي تستعيد الحساب الخاص بك يجب كما قلنا دائما أن تقوم بإضافة، هنا يقول لك يجب أن تقوم بإضافة مثلا هنا كما تلاحظون مع إخواني الكرام، فأنا قد قمت بإضافة رقم هاتف كذلك بريد إلكتروني من أجل عملية الاستعادة الحساب. ما تلاحظون فالطريقة سهلة وبسيطة جدا. تذهب إلى مثلا هنا علبة الرسائل، وهنا سوف تجد الرسالة بأنك قمت باستعادة الإيميل الخاص بك ما تلاحظون معي. هذه علبة الرسائل كما تلاحظون إخواني الكرام. فالطريقة كما قلنا رائعة رائعة جدا. يمكنك أن تقوم باستعادة الحساب الخاص بك بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة. إلى حلقات قادمة بحول الله.